بكم معنا في قناة هبة إمامو. السلام عليكم أدم. بونجور. بونجور. شنو كدير أدم؟ شكونستخدم ماموتو. ها شنو هو هذا؟ سي ليغو. ليغو ديالاش؟ لا موتو. شو تبارك الله. ودابا فين وصلتي؟ اين كاين الباج راك دابا؟ سيت باج 43. 43؟ واو. شحال فيه من البياس؟ سي با بونكوكوك. مازال ما كملتش. ونشوف شنو فين وصلت دابا. واو ما شاء الله ما شاء الله. شو تبارك الله فين وصل هذا. بعدا كيعطي الكونسونطراسيون للدراري. وراه مسكين مني فاق من النعاس وهو خدام يلصق. ف نشوف شنو ياه. هنا هادي ما لقيتيش بلاصه. شوف شحال مازال لك لي بياس. نورمالمون هو خصو يرجع هكا ياك. خاصك تول. واو تبارك الله. دابا راك في الباج 43. شحال مازال لك؟ با بوكو. با بوكو. هادو ساهلين اللي بقاو ادم. سي جو سي. انت عارف. شنو تقول؟ شنو تقول لي زامي ديالك؟ قيا تحلفه. شنو تقول لي زامي؟ جوبي ديروي. شنو تقول لهم؟ يلا باشتي لا تابليت باسكو فاشتي لي لوغو باسكو لا تابليت سا فا نو دوني مال على لا تيت اي كوتش بون توجور لا تابليت تشوف افوار دي لونيت كوم مون امي. ما شاء الله. يعني هادو حسن من التابليت. واو. دابا كنقول لك ادم نعطيك التابليت وحيد هذا نعرفك طير عليه. وشوف فيا بعدا. ياك صافي. دابا فين وصلت؟ راه نشوفو دابا حنايا هكا حتى من بعد ونتلاقاو ونشوفو ادم. ولكن تاخذ الوقت وحنا بغينا نخرجو. بابا ما بقيتش تبقى تكملو. سلام سلام بنتي. حنا بغينا نخرجو. نقدروا نخليو هكا حتى نجيو؟ لا. كمل دابا نخليكم حتى من بعد ونتلاقاو ونشوفو شنو ma tante qui s'appelle Tata Saïda, elle habite presque chez nous. Il m'a donné un cadeau que j'ai commencé à construire ma moto. شكرا نقولو لها. شكرا تاتا سعيدة. أيا شحال خديتي د الوقت باش صوتي هذا؟ شيبا كومين ليغ تخوازوغ. شنو خاص؟ شنو تقول لي زامي؟ بابا il faut de la patience pour faire ce genre de moto et ça m'a pris beaucoup de patience. Ah oui. Oui. Et yalla, il voit ça. Faut pas mettre la moto comme ça sinon ça va la briser. Ah ok. Et ça c'est l'arrière. وهذا هو. يلا بسلامة. شنو نقولوا؟ شكرا لك. يا زامي شبوس كي سي ما موتو. سبوس ما موتو. شنو تقول؟ واخا يلا بسلام عليكم. باي باي.